أهلا وسهلا بيكم في موضوع جديد هنتكلم فيه على فيديوهين إن شاء الله، وهو يتصل بالتحليل الإنشائي لـ Symmetric Loaded Template Structures. تمام، يعني هنكون دراستنا النهاردة هندرس بليتس وهتبقى معرضة لأحمال سيمتريك وهتبقى ثين بليت. ثين بليت يعني بلاطات بسمك صغير، بعكس حالات تانية البلاطات ممكن تكون فيها بسمك كبير زي اللبشة الخرسانية مثلا، بيكون سمك البلاطة بيكون كبير، بيبقى بيعدي المتر والمتر ونص واتنين متر وأكتر من كده، فدي مش الحالة بتاعتنا. احنا هنهتم بالأسطح، زي تستخدم في الأسطح القشرية اللي بتغطي سبان تبقى كبير، وبالتالي السمك بتاعها بالنسبة للأبعاد التانية هيكون صغير. البليتس هنا كتعريف هي are initially flat structure element having thickness much smaller than their other dimensions، يعني ان هي عنصر بيكون السمك بتاعه صغير بالنسبة لباقي العناصر كالطول والعرض، زي البلاطات الخرسانية في أبسط صورها. Blades are extensively used in architectural structure، تستخدم في المنشآت المعمارية، في الصالات اللي هي بتبقى كبيرة، اللي بتبقى أنت عايز أشكال تكون أشكال جميلة، تحتاج حاجات تكون السبان بتاعها كبير. طبعا لما بتبقى سبان كبير ساعتها بتبقى الشيل والكيرفت الأسطح كيرفت بتبقى طبعا اختيار أفضل، زي ما هنشوف في سلسلة فيديوهات قادمة عن الشيل. لكن بليتس عموما تستخدم في الشغل في المباني، في الايربلينز، في الكباري، وفي السفن، وفيها تطبيقات كتير. في الجزء اللي هنا بيقول ان many practical engineering programs fall into the category blade impending or shell impending. Here we treat blades. يعني احنا هنا بنتكلم على الشيل او البليت، هي تعتبر المعنى متقارب، لكن البليت بيبقى بيأكد على ان هو سطح بيبقى افقي مش كيرفت، بينما الشيل بتقبل ان هي يكون فيها انحناءات. واحنا هنا بنتعامل على كاتيجوري اللي هو الخاص بالبليت الصغيرة، ماشي، اللي هي ليها سكن الصغير، والتطبيق ده هو اللي احنا هنتعامل معاه هنا. في حاجات تانية مش هناخدها في الاعتبار لانها بتبقى مسائل بتبقى ساعتها معقدة، بيبقى تحتاج طرق تحليل مور ادفانسد، وحاليا بتتحل بالفاينايت element ميثود زي ما هتشوفوا في نهاية المقرر، انها بتستخدم في جميع انواع المنشآت سواء كانت بليتس، شيل، فريمز، ايا كان النوع. لكن احنا هنا الغرض هنا ان احنا بنديكوا فكرة مبسطة عن الموضوع مع مجموعة من التطبيقات اللي احنا نقدر نحلها بالورقة والقلم. بالنسبة للبليتس هنا في الجزء الجاي احنا عادة بنقوم نقسمها عند النص أساس إن هي سمكها ثابت من الأول للآخر، بنقسمها في النص لجزئين متساويين، والبلان اللي بيبقى في النص ده هو اللي بيسمى الميد بلان، الميد بلان أوف ذا بلان. والتحليل الإنشائي حتى لما تستخدم التحليل الإنشائي
باستخدام البرامج الإنشائية، تحليل إنشائي باستخدام برامج تحليل إنشائي زي الساب والإتاب، بتيجي بتمثلها على إنها على إنه بليد في المكان اللي هو نص الشيل، في المكان اللي هو الخاص بمنتصف الشيل أو الميد لاين. الفليكشن بروبرتيز بالتالي يعني نتيجة ده كله، فاحنا نقدر نقول ان الفليكشن بروبرتيز هنا هتتوقف بشكل كبير على السيكنس بالنسبة لبقية العناصر، لان زي ما قلنا السيكنس هو اصغر حاجة في العمق، اصغر حاجة وهي الاصغر بالمقارنة ببقية الابعاد في الطول والعرض، وبالتالي الستيفنس هنا زي ما احنا عارفين فاليو موازي للعمود التكعيب على 12، فالعمودي هنا هو اللي هيبقى ايه السيكنس، وبالتالي هو هيكون ليه دور هام عندنا. خلينا نيجي هنا نتكلم بسرعه عن الهيستوري في بضع دقائق. مجموعه من العلماء الكبار اللي هم ساهموا في هذا المجال، ليونارد اويلر ده طبعا عالم مشهور وكبير، والباكلينج كولوم يعني راجل ليه اسهامات كبيره جدا، عارفين معادله اويلر لو انتم شغالين في درستوا في الستيل معادله اويلر عشان الباكلينج الخاص الاعمده الستيل كمثال، وعارفين ان هي بتتاخد وليها لغايه دلوقتي تطبيقات بتستخدم في تطبيقات في الكود المصري او في الكودات العالميه مع مجموعه من التعديلات البسيطه. هو برضو الراجل ده كان عامل دارس برضو الفري فايبريشن في البليتس، يعني كان راجل موسوعي وكان بيشتغل في حاجات كتير جدا. في بعد كده لاجرانج اتولد سنة 1736 وتوفى سنة 1813. معادلات لاجرانج ليها دور مهم جدا في الهندسة بشكل عام وفي الهندسة المدنية، وكان يعني لكن طبعا تدوروا، يا ريت تدوروا في ويكيبيديا على اسهاماته. احنا هنا هنهتم بان هو طور معادلة تفاضلية جزئية من الدرجة الرابعة علشان تصف الفايبريشن الخاص بالبليد. في معانا العالم بواسون، دينيس بواسون اللي اتولد سنة 1781 وتوفى 1840، كان ليه اسهامات كبيرة برضه، وكلنا عارفين بواسون ريشيو انت بتقول لما انت بتيجي مثلا تيجي على عنصر بتعرضه لضغط محوري ماشي، فبيحصل له انضغاط، في المقابل بيجي في البعد الثاني بيحصل له ايه تمدد، انت بتضغط في ناحية ويقوم ايه ينضغط في ناحية بيتمدد ايه الناحية الثانية. طب بالنسبة ما بين الانضغاط هنا في اتجاه المحور والتمدد في الاتجاه الآخر، ده طبعا كان ساهم بواسون ريشيو في الكشف عن الظاهرة دي، وعارفين ان هي النسبة دي بتساوي 3/10 في الستيل على سبيل المثال. كلاود لويس اتولد سنة 1785 وتوفى سنة 1836، كان ليه اسهامات كبيرة علشان توصيف حركة السوائل والغازات، طبعا ده كان بيبقى مهم في البليتس والشيل باعتبار ان هي كونتينرز والسفن والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي خزانات الغاز او السفن او الغواصات، طبعا ده كله بيبقى فيه تعامل مع الايه مع الفلويدز، كان ليه اسهامات كبيره في الموضوع ده. وطبعا نيجي في النهايه على شخص اتولد سنه 1824 وتوفى سنه 1887، خيرشوف، روبرت خيرشوف ده عالم كان برضه كان رائع وعلامه، ويكفي ان انا اقول لكم ان احنا لغايه دلوقتي البيبر اللي نشرها سنه 1890 تعتبر حجر اساس للشغل بتاعنا، خيرشوف ثيوري في البليتس، هنبقى بنين شغلنا هنا في الدراسه بتاعتنا عليها، هيبقى التوصيفات بتاعته مهمه. وبالجدير بالذكر يعني زي مثلا برنامج الساب
لما بتبقى تختار نوع الشيل بتبقى thin أو thick. thin اللي هي قشر فيول، thick اللي هي mandolin فيول. فتصوروا ان هو يعني ايه لغاية دلوقتي من وقت ما اتنشرت البيبر سنة 1890 وهي تعتبر اساس وانت بتختار النوع التحليل الانشائي اللي هو عامله في الوقت ده علشان تعمل تحليل انشائي للمنشآت عندك. ولما بتقول ان هو thin فده معناه ان انت بتعتمد على نظرية فيرشر. وده بيورينا برضو قد ايه يا شباب، وان احنا بنأكد عنه ايه، ان العلم طبيعته تراكمية. لانه العلم اللي اهم حاجة فيه الاضطراب. الاضطراب يعني انت لو الكوباية شلتها مسكها وقعت بعد 1000 سنة هتقع، من قبل 1000 سنة هتقع. القوانين اللي هي لما اتعملت بالمنهجية العلمية بقت ثابتة، يعني لما بعدت عن العلوم الزائفة او كده واتعملت بالتجربة والرصد والاختبار، فالقانون اللي بيوصف حاجة زي الطفو لأرشميدس هيفضل صالح. برضو البليت، السلوك البليت اللي عمله كيرشوف هيبقى كويس. ممكن تظهر بقى نظرية زي مندلين مثلا تبقى مطورة اكتر. فايه اللي بيحصل؟ هل هي لغتها؟ اهو في الساب بتلاقي الاثنين موجودين، ثين وثيك، وانت اللي بتيجي تختار الاثنين في التحليل الانشائي. يبقى القوانين ما بيحصل لهاش ان هي بتلغي بعضها، هي بتبقى كل القوانين بيبقى بتستخدم تحت ظروفها، بتبقى صالحة تحت الظروف اللي هي اتعملت بيها، تحت الافتراضات اللي هي معمولة بيها. لكن ممكن تظهر قوانين تانية تبدأ تتناول ظروف تانية، conditions تانية يتعامل مع افتراضات مختلفة. وخلينا هنا نتكلم بقى هنا على الافتراضات اللي حط عليها كيرشوف النظرية بتاعته، واللي هي موجودة من وقتها لحتى الآن صالحة للتطبيق، مما يؤكد ان العلم بتاعنا تراكمي وليس متغير. اول حاجة ان deflection of the mid surface is small compared with the thickness of the blade. ده معناه ايه؟ ان slope of the deflected surface is very small، وبالتالي السكوير هيبقى كمان ايه؟ هيبقى تقدر تقول بقى نيجليجبل. تمام؟ ما دام الديفليكشن في الميد سيرفس الديفليكشن بقى صغير بالنسبه للثيكنس، ده معناه انه ايه؟ ان الديفليكشن هيبقى حاجه بسيطه بالنسبه للثيكنس، ده معناه ان قيمه الاسلوب هتبقى صغيره، وبالتالي المربع بتاعها هيبقى قيمه يمكن تجاهلها. ماشي؟ طيب هل ده هيمشي في كل حته؟ زي ما قلنا ان هنخلص ونشوف بقى بعد كده. ذا ميد بلان ريمين unstrained subsequent to bending. تمام؟ يبقى عندي الميد بلان، الميد بلان هيفضل غير معرض، ما حصلوش انفعال نتيجة البندنج، يعني ما حصلش فيه اللي هو ايه الانفعال، ما حصلوش انفعال تاني في النص اللي هي نيوترال اكس، ما حصلوش، لا حصل له تمدد ولا حصل له انكماش ولا حاجه، ولا زي ما هو. نفترض ان هو يبقى غير معرض، لم يحدث له اي انفعالات نتيجه البندنج. تمام؟ اللي هي انت بتيجي عندك تقول ان نيوترال اكس، عند النيوترال اكس السترين عندك بيبقى بايه؟ بصفر. وطبعا الحالة دي يعني مش شرط ان هي تتطبق قوي، مثلا في الخرسانة مثلا، لان السطح الميد سيرفس مثلا بيبقى هنا في نص البلاطة المفروض زي ما قلنا، لكن لما بتشتغل في البلاطة الخرسانية بيبقى في جزء ضغط وبيبقى في جزء شد، فممكن النيوترال اكس بيتحرك شوية وكده. ماشي؟ ومع ذلك تعتبر برضو ايه يعني نظرية كيرشوف الى بتستخدم برضو بكفاءة كويسة حتى نصل الى السمك الكبير، وساعتها زي اللبشة، وساعتها
ما نقدرش ان احنا نستخدمها، لا تكون صالحة في هذا المكان. البلين سيكشن اللي هو هنا الام ان، البلين سيكشن ده اللي هو ام ان انيشالي نورمال تو ذا ميد سيرفس، اللي هو لا هو عمودي، اللي هو العمودي على الميد سيرفس اللي هو الخط ده اللي هو اللي في النص ده، ريمين بلان او بلين اند نورمال تو ذات سيرفس افتر ذا بيندنج. This means that the vertical shear strain اللي هو جاما اكس زد والجاما واي زد ار نيجليجبل. يبقى في الحاله دي بيبقى الديفليكشن للبليت هيبقى ساعتها مرتبط بالبندنج سترين، ماشي؟ يبقى ساعتها تاني يبقى الديفليكشن للبليت هيبقى مرتبط بالشكل الاساسي بالبندنج سترين، لان انا هنا تجاهلت تاثير الايه الشير سترين، لان انا افترضت ان البلين سيكشن اللي هو ام ان هنا اللي هو ام ان ده هيفضل ايه اللي هو عمودي هنا هيفضل برضو ايه هيفضل هنا ايه برضو هيبقى عمودي. بعد كده ذا ستريس نورمال تو ذا ميد بلان اللي هو الاجهاد العمودي على الميد بلان اللي هو هنا العمودي ده اللي هو سيجما زد هيبقى صغير بالنسبة لبقية أنواع الإجهادات وتقدر تتجاهله. طبعا أنت هنا لو تقدر تقول والله يا دكتور طيب أنا لو أنا عندي هنا حمل مركز، لو عندك حمل مركز بقيمة دي قيمة ممكن توصل لقيمة، ساعتها تقدر تقول أنا ساعتها ما أقدرش أطبق النظرية ديت، وده برضو يبقى ده مؤشر ليك وكده يا باشمهندسين. يبقى حتى لما تستخدم التمبليت في برنامج زي مثلا برنامج الساب تبقى انت عارف الافتراضات اللي محطوطه في تطبيقها، فتبقى عارف ان امتى تستخدمها وامتى المفروض ان انت تروح لمندل ثيوري اللي هي ساعتها ساعتها بقى بتبقى النظريه اكثر شموليه وبتاخد التاثير الفيرتيكال شير سترين في الاعتبار. المعادله الاساسيه للاتر لود بليت ان بولر كوردينيشن هي زي ما انتم شايفين هي ام ار وام سيتا وام ار سيتا اللي هو الام ار سيتا اللي هو زي الام حوالين زد او اللي هو حوالين المحور الراسي، تمام؟ لكن احنا هنا في الدراسة هنركز على السيمتريك لود، وبالتالي لما هيبقى عندي اكسي سيمتريك بيندنج نتيجة سيمتريك لود، السيمتريك لود هيدي اكسي سيمتريك بيندنج. ففي الحالة ديت اللي هي في حالة السيمتري هنا مقصود بيها اللود او الاكسي سيمتريك بيندنج، ماشي؟ البندنج بيبقى اكس سيمتريك، فهيبقى عندي الجزء ام ار سيتا هيبقى هيساوي صفر لان التفاضلات بتاعه الاجزاء دي هتساوي صفر، والمعادله عندي هتبقى ابسط وهنقدر نستخدم المعادلات التفاضليه التاليه في الشغل بتاعنا. المعادله التفاضليه عندنا هتبقى ريديوسد بالشكل ده، التفاضل الجزئي في افتح قوسين واحد على ار التفاضل الجزئي ار سيتا للتفاضل ار، ماشي؟ ده كله معمول تفاضل جزئي بالنسبه لار هيساوي ناقص كيو على دي، الكيو اللي هو الشير، تمام يا جماعه؟ ودي اللي هي الاي تي تكعيب على 12 واحد ناقص نيو تربيع. من هنا نقدر نجيب المومنت اللي هيتعرض ليه البليت اللي هو في اتجاه ار وفي اتجاه سيتا اللي هو راديال والتانجنشال. هنيجي على طول بقى علشان نشوف هنطبق الموضوع ده ازاي. خلاص، ف
فنتذكر مرة تانية إن إحنا هنا الحل بتاعنا ده هيمشي على حق نمرة واحد سيمتريك لود، اتنين لازم يبقى سيركولار بليد، تلاتة هيبقى تين بليد، يعني مثلا تقدر تبقى بلاطة إيه سقف، لكن ما تبقاش متصممش بيها لبشة في الأواعي. تمام. فأول حاجة هنيجي ناخد البليد بتاعنا هنقسمه على أجزاء لما يحصل تغير في الأحمال أو في الباوندري كونديشن، ونطبق المعادلة اللي هي الشير تساوي اللي هو أبلايد لود، يبقى دلة في الأبلايد فورس بدلالة الار اللي هو نص القطر، واللي هيبقى واللي هيتقسم على انترفال، ويبقى لينا في حاله ار هتبقى ليها قيمه من خلال انترفال معين، ويبقى ليها قيمه خلال انترفال اخر، والفرق ما بين كل انترفال والتاني هو زي ما قلنا التغير في اللود والاحمال. كمثال بسيط مثلا هناخد مجموعه من الامثله البسيطه، هنفترض ان انا عندي هنا سيركولار بليد، تمام سيركولار بليد ومحمل ماشي في النص، وليكن حمل مركز هنسميه بي. لما نيجي هنا اقطع هنا اخد منظر هنا جانبي، فانا هشوف البليد يبدو قدامي وكانه سيمبل بيم، لكن ناخد بالنا ان هو سيمبلي سبورتد بليد، لكن علشان انا قطعت يظهر قدامي وكانه ايه اسقاط كاميرا. وادي البي هنا، تمام. طيب وادي النص القطر بتاعنا ده هنسميه ار، ماشي. الار اللي بنتكلم فيها هنا هي الار اللي هي هتبقى بقيمه محدده من خلال الانترفال، يعني لما اجي هنا الار تبقى كده، ار هتبقى بالشكل ده. فانا لما هاجي ابص هنا هلاقي هنا الار هتبدا بالشكل ده، هنبدا من السنتر زي ما قلنا start interval from center of blade. بالمرة زي نفكر الكامر لما كنا بنعمل double integration بنبدأ من support، في البليت circular blade بنبدأ من النص. فهناخد الار هنا، ادي الار، الار دي ممكن بتبدأ بقى ايه من interval من نقطة الزيرو لغاية نقطة معينة. لو حصل هنا تغير في الاحمال، لو حطينا هنا مثلا حمل منتظم في الجزء ده فيبقى ار من زيرو لغايه بدايه الحمل المنتظم، ماشي. وبعد كده الار هندرسها من بدايه الحمل المنتظم لغايه نقطه ثانيه وهكذا. فاحنا هنا هنحط ادي ار اللي هتبقى هي اللي هتحدد الانترفالز بتاعتي، وده نص القطر اللي هنسميه ار نو، تمام. الكيو زي ما قلنا اللي هو الشير. فانا عندي هنا لما ببدا من النص عندي البي لغايه ما اوصل للنهايه مفيش عندي تغير في الاحمال، مفيش احمال تانية زياده. فبنقول هنا في الحاله ديت لو انا جيت قطعت الناحيه دي كده، قطعت في اي حته في هذا الجزء اللي هو عند الار، قطعت عند الار ايا كان الجزء ده، وادي الجزء ده هو، واديني خدت الجزء ده هنا ماشي، وادي هنا البي، وادي هنا الار ماشي، وهنا هيبقى قيمه الشير اللي هو الكيو ماشي. البي حمل مركز في النص، نص البليت زي ما احنا شايفين. الكيو هيبقى اليونيفورم شير فورس، لان هو لو هنا ار نود ادي اللي هي للنهايه، وادي ار
لغاية النقطة اللي أنا بدرس عندها، فهيبقى الكيو، هيبقى الكيو ايه اللي هو بالشكل ده هنا، ده دي قيمة الايه، الكيو هتبقى ايه، حمل منتظم او ايه، فورس منتظمة. فبالتالي القيمة الكلية بتاعتها هتساوي الكيو مضروبة في المحيط. وبالتالي هنا الحمل هنا بي تساوي كيو مضروبة في 2 باي ار. فزي ما شفنا هنا الكيو بنحط المعادلة على أساس إنها كيو بتساوي فانكشن اوف ار، وبالتالي الكيو هتساوي بي على 2 باي ار. يبقى أنا هنا نفذت هنا إيه الخطوة دي. طيب خلينا نشوف حالة تانية. هنيجي هنا ناخد برضو circular plate، وهيكون معرض لحمل لكن خلال زون معين، ماشي، خلال زون معين. هنا خلال الجزء ده، ماشي. وبالتالي الحمل ده هيبقى لو قلنا بي يبقى بالكيلو نيوتن مثلا على الايه، على المتر المسطح. تعالوا بقى ناخد الاسقاط هنا. ماشي، ادي هنا وادي هنا. فهنيجي هنا مسافة عند معينة هنلاقي ايه، حمل منتظم، وادي هنا السنتر، وادي هنا مسافة معينة هنا ايه، حمل منتظم برضو. وهنسمي الأنصاف الأقطار دي، دي تبقى ار واحد، ودي تبقى ار اتنين، وهنسمي دي ار نوت على اساس انها برضو ايه اللي هو نص قطر السيركلر بليد كامل. يبقى هنا تبقى ار واحد، وتبقى هنا ار اتنين، وتبقى المسافة دي كلها تبقى ايه، ار. انا هاجي بقى اخد الار عندي اللي قلنا ان هي هتبقى ليها حالات على حسب الانترفال. يبقى انا عندي هنا في انترفال من الزيرو من السنتر لغايه ار واحد، ومن ار واحد لار اتنين دي انترفال تانية، ومن ار اتنين لار نود دي انترفال تالتة. يبقى ناخد الانترفال الاولانية، انترفال واحد اللي هي الزيرو اقل من ار، اقل ايه، من ار واحد، ماشي. هنيجي نقول على طول المعادلة بتاعتنا اللي هو شير توتال سيجما اف واي اللي هي مجموع القوى الرأسية تساوي صفر، فكيو توتال هتساوي البي توتال. طيب قلنا ان كيو ان هي ايه،
حمل منتظم بيبقى على المحيط اللي بيبقى نص قطره R، يبقى Q مضروبة في 2 باي R هتساوي الـ B total، فنقول إنها تساوي يبقى هنا كيو، يبقى هنا ايه الكيو تساوي ايه زيرو. في بعد كده اللي هي الانترفال اتنين اللي هي ان الار بتبدا من ار واحد الى ار اتنين، هنقول برضو الكيو توتال هتساوي البي توتال. البي هنا في الحالة ديت في الجزء ده لو قلنا ان احنا هناخده بقلم تاني ونقول ان الار بقت هنا في الجزء ده، يبقى الار اللي هي باللون الازرق ديت انترفال واحد، انترفال اتنين الار هنا هتبقى باللون الاحمر. فهتبقى البي توتال هنا هتساوي مساحة الجزء اللي هو من أول R واحد إلى نهاية R، مش هيبقى الجزء المتنقط أو المتهشر كله، لأ ده هيبقى لغاية النقطة بتاعة R اللي هتبقى في النقطة هنا ما بين R واحد و R اتنين. فلو خدنا دايرة اللي نص قطرها R وخدنا المساحة بتاعتها وطرحنا منها الدائرة الداخلية اللي نص قطرها R واحد، هقدر اجيب البي توتال. يبقى هنا الكيو عندي نفس الوضع، نقول هنا هل يبقى انترفال اتنين هنا افضل، اتنين ماشي دي R واحد أقل من R، أقل من R اتنين عشان يبقى عندنا مكان نكتب Q total تساوي B total. Q total اللي هي اتنين باي R Q total تساوي R تربيع ناقص R واحد تربيع مضروبة في باي في بي، يبقى مساحة الدائرة اللي هي قطرها نص قطرها R ناقص مساحة الدائرة اللي نص قطرها R واحد مضروبة في الحمل المنتظم اللي هو الحمل الموزع اللي هو كيلو نيوتن على المتر سكوير، هيجيب لي هنا البي توتال. أنا عندي هنا باي وفي عندي هنا باي يروحوا مع بعض، فنقدر نقول ان الكيو توتال تساوي R سكوير ناقص R واحد سكوير على 2 R مضروبة في V. طيب هنيجي نغير بقى القلم، نختار لون تاني للانترفال انترفال 3 ماشي. يبقى انترفال 3 من R2 بتبدأ من R2 إلى نهاية البليد، يبقى ديت الحالة دي خلينا نحطها هنا في الجزء ده اللي بيبدأ من R2 إلى R1، يبقى R2 هتكون أقل من R والR هتبقى أقل من دي R1. في الحالة دي هتبقى المعادلة شبيهة بديت، بس الفرق إيه؟
ان انا هيبقى عندي الحمل المنتظم كله، هيبقى عندي لما احسب الكيو هنا، كيو هنا، كيو بتاعت انترفال 3 هنا، كيو بتاعت انترفال 3، هيبقى عندي الحمل الموزع بالكامل، وبالتالي كيو توتال هتفضل زي ما هي، اللي هي 2 باي ار في في كيو، ماشي. احنا بس ايه ضغطنا هنا بس نعد ديت، دي هنا ايه دي كيو، ماشي دي كيو هتساوي باي القطر الخارجي، نص قطر الخارجي ار 2 تربيع ناقص ار 1 تربيع مضروبة باي مضروبة في الحمل المنتظم، وبالتالي كيو هتساوي روح الباي مع الباي تبقى ار 2 تربيع ناقص ار 1 تربيع في بي على 2. المثال ده هنا كده اظهر لنا لما يبقى عندي اكتر من انترفال بتعامل معاهم ازاي. طيب خلينا ناخد مثال اخير، لو عندي جزء اوفر هانج ويبقى عندي مومنت. خلينا نتذكر هنا ان انا بقول سيجما اف واي او مجموع الاحمال الرأسية او القوى الرأسية تساوي صفر. فخلينا نيجي هنا برضو نستخدم مختلف، فيبقى عندي هنا حالة زي دي، عندي هنا circular blade بالشكل ده، يعني ماشي وكأنها ايه ان هي متشالة على كاميرا دائرية وطالع منها ايه جزء اللي هو overhang خارجي، وهيبقى هنا عندي مومنت هنا ام، وعندي هنا مومنت قيمه ام. هنا خدوا بالكم هنا في فتحه، هنا في ايه فتحه، ماشي. فهتلاقي ان انا عندي نص قطر لغايه الفتحه، هنقول ان ده ار واحد، وهيبقى عندي نص قطر لغاية البليد وليكن ار اتنين، ار اتنين. فانا هنا في الجزء الداخلي هنا مفيش عندي ايه وسط مادي اصلا موجود، مفيش اي مفيش وسط مادي، وبالتالي انا الجزء ده عندي مش موجود عندي انترفال، فهيبقى عندي انترفال واحدة بس اللي هي ار واحد بي ار اتنين، يبقى ديت اللي هي ايه ار، تمام يا جماعة. في عندي هنا في الطريقة اللي فاتت كنت مشتغل من النص وايه وانا خارج، لو انا جيت عملت ده هنا خدت الجزء ده هنا هلاقي ان الفورس الرياكشن ده دخل معايا في الاعتبار، فمن ممكن للتسهيل ان انت بتبدأ من الاتجاه
التاني علشان ما يخشش معاك الرياكشن في الاتزان. فلو الفورس ديت بي عندك بي هنا فكنت هتقول ان سيجما اف واي تساوي الصفر، وهيبقى عندك البي دي هتتزن مع كيو. في الحاله ديت سيجما اف واي تساوي صفر، فهتقول كيو توتال تساوي بالتوتال. ماشي، الاحمال الرأسيه هنا تساوي صفر، يبقى 2 باي ار كيو تساوي صفر، فهنا الكيو تساوي ايه؟ صفر. طيب لما تبقى عندي حاجه زي كده نفس الوضع بس عندي حمل، هنا دي وهنا دي، وهنا ار واحد وهنا ار اتنين، وعندي الجزء ده اللي هو ار، فهيبقى عندي الوضع نفس الوضع برضو، من ار واحد اقل من ار اقل من ار اتنين. بس في الحالة دي لو بدأت من هنا هيبقى عندي هنا الرياكشن هيدخل معايا في الاهتمام عند الصفر. فمن الأسهل إن أنا أبدأ من الناحية الخارجية. فاكرين لما بنيجي كنا بنرسم الشير بنبدأ بنقول مع اليمين السهم بيبقى إيه طالع لفوق يبقى قيمة موجبة، المبدأ من الشمال بيبقى قيمة الكيو من ناحية الشمال تبقى قيمة سالبة. فاكرين اللي هو لما بتاخد الشير فورس دايجرام تقول لو هبدأ من الشمال بتبقى قيمة موجبة، لو بدأت من اليمين القيمة سالبة اللي هي بالشكل ده. وانت عندك كمر كده على حمل منتظم، فبنقول ايه بنطلع من هنا تبقى قيمة موجبة لو انت عايز تبدأ بالشير فورس دايجرام. ولو هتطلع من هنا بتيجي من هنا من الناحية التانية اللي هي ناحية اليمين فبتبقى ايه قيمة سالبة. فاحنا نقدر نعمل كده برضه، بدل ما نبدأ من جوه هنا ممكن نبدأ من بره، وساعتها يبقى الإشارة عندي هتبقى سالبة، ويبقى ساعتها هنقول كيو توتال تساوي بي توتال منها 2 باي ار كيو تساوي 2 باي ار 2 بي، ويبقى ساعتها الكيو هنقول هنا بقى تبقى ما دام بدأت من الناحية التانية بدل ما بدأت من جوه السنتر لبره، لا هبدأ من خارج الدايرة إلى الداخل، فحطيت إشارة سالبة فهتبقى كيو هتساوي ناقص بي ار 2 على ار. يبقى احنا هنا خدنا مجموعة من الكونسبت هنا في التقسيم، بشوف انا عندي لو حصل عندي تغير في الاحمال او في اللود زي ما احنا شفنا هنا، بقسم انترفال على اساس التغير في الاحمال، ان في عندي احمال جديدة او تغير في boundary condition اللي هي السبورت، بيتقسم البليت عندي الانترفال. بعد كده باخد كل انترفال باخد شير فورس سيجما اف واي تساوي صفر، ومنها بحط دالة وتربط ما بين الكيو والار، حيث الار هنا هي المتغير
اللي بيبقى بيتقسم، اللي بيحدد التقسيم عندي في الانترفال، زي هنا ال R هنا بتحدد الانترفال من 0 ل R 1. اما باللون الاحمر ال R هتحدد الانترفال اللي بتبدأ من R 1 ل R 2، او ال R اللي هي عندي هنا باللون الازرق هي هتبقى الانترفال اللي بتبدأ من R 2 وتنتهي ب R نود. في كل حالة من دول بنربط العلاقة ما بين الـ Q مع الـ R مع الـ Applied Load سيجما FY ومجموع الحمالة الرأسية تساوي صفر، وبالتالي لما بيبقى حاجة عندي زي المومنت هنا سيجما FY بتساوي صفر. أنا عندي هنا لما أبدأ من حتة زي دي من الداخل وقابلت سبورت وطالع منه جزء overhang، فانت من حقك ان انت بدل ما يبقى التدرج بتاعك من السنتر للخارج تبدا هنا في الجزء الاوفر هانج، الجزء اللي هو اوفر هانج بس تبدا من بره لجوه، بحيث ان انت ما تضطرش ان انت لما تاخد الاتزان ده هنا يبقى عندك هنا ايه ادي بي، وانت خدت عند الار هنا، ويبقى عندك هنا الايه الكيو، ادي البي توتال، دي البي ودي ايه الكيو، لما جيت قطعت هنا فبقى عندك ال B وال Q هنا، فانت هنا تجنبت ال A اللود. او كان ممكن ان انت برضو تبدأ من النص، يعني انت ممكن كنت تقول من بالاتزان هنا B، فهيبقى هنا رد الفعل هنا هيبقى B برضو، صح؟ هيبقى B هنا بس هيبقى طالع لفوق، فساعتها لو جيت بدأت من هنا فانت هتاخد البي هنا، هتبقى هنا معاك الرياكشن بس ساعتها هيبقى من ايه متجه لأعلى، وبالتالي الكيو هتساوي القيمة ديت بالسالب، يعني انت برضو هتقدر ايه تجيبها من الناحيتين، فممكن تفضل ماشي من جوه لبره وتجيب الرياكشن معاك وتحل، او تبدأ من بره بس ساعتها الإشارة تبقى إيه سالبة. تمام يا جماعة؟ نتنقل بعد كده للجزء الثاني. الخطوة الجاية هي إن استخدام govern equation ونعمل لها double integration عشان يبقى عندنا اتنين constant C1 وC2. المعادلة ديت governing equation دي هنعمل لها integration، وعلشان نعمل لها انتجريشن ممكن نفكر بعض بمجموعة من الصيغ اللي بنستخدمها في التفاضل واللي ممكن تساعدنا في شغلنا. لو انتم متذكرين لما يبقى عندي تكامل اكس اس ان دي اكس، ماشي، ده هيساوي بنقول هنا في المقام n زائد 1، بتزود هنا بعدين نقول هنا x اس ايه n زائد 1، تمام، يعني يبقى x تكامل مثلا x تربيع، ماشي، يبقى x تكعيب على 3 زائد الكونستانت. طيب لما بيبقى عندي تكامل بيبقى أس سال إكس أس سالب 1، بيبقى عندي هنا مشكلة، سالب 1 زائد 1 بيبقى فيه صفر في المقام بتدي لها نهاية، فتكامل إكس أس ناقص 1 دي إكس ده ساعتها بيساوي لين إكس زائد سي، تمام؟ فالحالة دي هتنفع معانا في كل حاجة ما عدا لما تبقى x أس ناقص 1 فبتبقى تساوي لين x، لأن الطريقة دي هتدي قيمة غير معرفة. تكامل ساين x هتساوي ناقص كوساين x زائد كونستانت، تكامل كوساين x دي اكس هيساوي ساين اكس، طبعا ده كله زائد ايه
كونستانت ماشي تكامل اي اس اكس دي اكس هتساوي اي اس اكس زائد كونستانت. طيب لو هي بقى مش ناتشرال لوغاريتم, لو انا هحط هنا كونستانت ايه ده كونستانت 5 6 7 هي رقم اس اكس دي اكس التكامل بتاعه هيساوي اي اس اي اس اكس على 2 اكس تمام. طيب تكامل لين اكس ماشي هيساوي ناقص اكس زائد اكس لين اكس. وخلينا من العلاقة دي لما نقول تكامل اكس اس ناقص واحد دي اكس يساوي لين اكس زائد كونستانت, نقدر ناخد من دي كمان ان لما اجي اعمل تفاضل بقى تفاضل لين اكس الى دي اكس هيساوي ايه واحد على اكس اللي هي اكس اس سالب واحد تمام. في حالة تانية بيبقى عندي تكامل لدالتين في اكس اللي هي زي الحالة دي, التكامل هنا f في g dx f دالة في x ماشي يبقى دي f of x و g دي كمان دالة في x زي تكامل مثلا x كوزين x او تكامل e اس x tan x ماشي. لما كنا بنفاضلها قبل كده لما كنا بنفاضل اف في جي بنعملها تفاضل كنا بنقول ايه تفاضل الاول في الثاني زائد تفاضل الثاني في الاول. يعني لما كنا بنقول دي اف جي دي اكس كانت بتساوي تفاضل اف في جي زائد تفاضل جي في اف. لكن في التكامل الوضع بيبقى مختلف, انا بستخدم طريقة integration by part هنا في الحل. بنيجي نقول ان التكامل اف في جي دي اكس تساوي, هنقول دي الاولى ودي التانية, تساوي الاول في تكامل التاني ناقص تكامل تفاضل الاول في تكامل الثاني بالنسبة لدي اكس, وكله طبعا ايه التكامل من الاول تبقى ايه دي اكس. طيب انا هستخدم الموضوع ده ازاي علشان نسهل على نفسنا. في الجزء اللي على اليمين هنلاقي ان في حاجة تعملها تفاضل, هنا اف زي ما هي, هنا الاف هنا حصل لها تفاضل تمام, هنا الجي حصل لها تكامل, وهنا كمان الجي حصل لها ايه تكامل. يبقى انا هختار ايه هي اف وايه هي جي بحيث يا اما تبقى اف يكون التفاضل بتاعها يكون سهل, او جي يكون التكامل بتاعها سهل. فلما يبقى عندي دالتين مضروبين في بعض معمول لهم تكامل اشوف ايه هي اللي سهل ان هي يتعمل لها تكامل واخليها هي ايه جي, واشوف ولو خلاص ما قدرتش الاقي حاجه تانية تفاضل خلاص, او اشوف الحاجه اللي هي اسهل في التفاضل واخليها هي اف ماشي. يجي اطبق الموضوع ده ازاي؟
خلينا نعمل تكامل، تكامل ل ل اكس دي اكس، او اسف اكس لين اكس دي اكس. تمام. يبقى انا عندي هنا واحد ادي داله، وادي ايه داله تانية في اكس. طيب انا عندي الاكس دي التكامل بتاعها سهل، تكامل اكس يساوي ايه اكس تربيع على اتنين. طيب وتفاضل لين اكس على دي اكس، طبعا هنا ايه التكامل برضه ايه دي اكس، ده يساوي ايه؟ خلينا نرجع بقى نشوف مع بعض فوق. احنا لسه قايلينها هنا، تفاضل لان اكس بالنسبه لاكس هيساوي واحد على اكس، يبقى هنا تفاضل هنا يساوي واحد على ايه اكس. يبقى انا هيبقى عندي جزء هيتم التكامل بتاعه هنا سهل، والتفاضل الجزء ده هيبقى سهل. طيب يبقى خلينا بقى ايه نرتب، احنا قلنا الاولاني هو اللي هيبقى سهل في التفاضل، والتاني هو يبقى سهل في التكامل. يبقى انا ايه هغيرها، هغير الترتيب بس، لين اكس ماشي مضروبة في اكس دي اكس، يبقى ديت بقت الاف وديت بقت الايه الجي ماشي، اللي هي هنا. فعندي هتساوي الجزء الأول اللي هو f اللي هو هيبقى هنا لين x ماشي، في تكامل التاني، تكامل التاني اللي هو x تربيع على اتنين، ناقص تكامل تفاضل الأول، التفاضل الأول اللي هو واحد على إكس في تكامل التاني اللي هو كمان إكس تربيع على اتنين. يبقى الجزء ده ممكن ناخده كمان في خطوة مبسطة، نقول ان هو لين اكس اكس تربيع على اتنين ناقص تكامل اكس على اتنين، اكس على اتنين اساس ان رد التربيع مع الاكس هنا دي اكس، اللي هي تساوي يبقى ناخدها هنا من الأول، تساوي لين اكس دي اكس لين اكس اكس تربيع على اتنين ناقص هنا التكامل هنا، هنا بيبقى اكس تربيع على اتنين ماشي مضروبة في اتنين، فيبقى اكس تربيع على أربعة. يبقى ده التكامل بتاع x لين x دي x، وما ننساش نحط الكونستنت. الخطوة اللي بعد كده بعد ما عملت double integration هيبقى عندي كونستنت وانا عايز اجيب قيمتهم. عندي دلوقتي هجيب boundary edge ادرسها الاول واشوف الباوندري كونديشن هنا اقدر ازاي استفيد بيها علشان اجيب الكونستانت، يعني هنا كلامبد او نقدر نسميه مثلا فيكسد. ماشي. عندي هنا اليو او الاوميجا هنا، او نكتبها هنا احسن، الاوميجا هنا
اللي هو الهبوط هيساوي زيرو، وهيبقى عندي الروتيشن هنا هيساوي زيرو. تمام. طب نيجي للخطوة التانية. أنا عندي هنا في simply support كده، فهيبقى الهبوط هنا هيساوي زيرو. أما بالنسبة للدوران، أنا عندي هنا دوران، أنا عندي هنا إيه؟ دوران النقطة هتدور، بس هنا النقطة دي المومنت عندها هيساوي، عشان هي هنج سبورت هتساوي إيه؟ صفر. طيب لو أنا عندي حاجة زي ديت سلايدنج، ففي الحالة دي هيبقى عندي الفاي هنا سلايدنج، تقدر تتحرك كده رأسين، لكن هي فيكسد، فده معناه إن الفاي هنا عندي هتساوي الصفر، ويبقى عندي هنا الشير يساوي إيه؟ صفر. أنا بس دي مش شرط إنها تقابلنا في شغلنا، بس إيه للعلم. في مجموعة من الشروط التانية بقى بتختلف بصرف النظر عن الفيكسد أو الهنج. يعني مثلا أنا استخدمت السيمتري، يوتو سيمتري، أو نقول أكسي سيمتري، إن بيندينج مومنت. قلنا زي ما قلنا في البداية، سيمتري في الأحمال هينتج عنها أكسي سيمتري في البيندينج مومنت. يبقى ده معناه ان في النقطة اللي في النص هتبقى نقطة اكسي سيمتريك، وبالتالي سواء كانت هي هنجد ماشي او فيكسد، في النقطة ديت هتبقى نقطة ايه؟ محور هنا هيبقى اكسي سيمتريك، وبالتالي هيبقى الفاي هنا هتساوي زيرو at center of circular plate. يبقى هنا الفاي تساوي صفر، وعلشان ده المجال اللي احنا بنشتغل عليه في المسائل بتاعتنا، انها كلها معرضة للسيمتريك لود، وبالتالي ينتج عنها الاكسس سيمتري في البندنج مام. طيب لو انا عندي، لو عندي اف مثلا وي هاف مومنت هنا، مثلا هنا ام، مثلا ام نود، وهنا ام نود مثلا، يبقى انا كان عندي هنا الباوندري كونديشن ام بتساوي زيرو. طيب لو انا عندي عندي في الاند عندي مومنت، في انا باثر بمومنت، فساعتها في الحاله دي الام هتساوي ايه؟ الام نوت. تمام. طيب لو انا مش ما فيش عندي مومنت بيأثر، هيبقى المومنت عند الاطراف يساوي ايه؟ صفر. الحاله دي تقدر تمشي كده، او حتى لو انت عندك مثلا حاجه زي كده، عندك حاجه كده، يبقى الكونديشن ده ينطبق هنا. لو انا عندي مومنت هنا، الحالة دي برضو ايه؟ تنطبق هنا. يبقى هنا الحالة دي تنطبق فين؟ في الحتة اللي انا ايه؟ اعمل عليها كلاود. طيب دلوقتي عندنا الحالات اللي هي فيكسد، هنجد، سلايدنج، وعندنا السنتر يبقى الفاي بيساوي صفر، ولو عندي مومنت عند الاطراف الفري فيبقى عندي المومنت هنا هيساوي المومنت اللي هو ابلايد عند النقط ديت. طيب يبقى نقدر كده نشوف لو لقينا شروط تانية ممكن نشوفها في المسائل بعد كده. ننتقل للخطوة الجاية، ان احنا بما اننا جبنا الكونستانت
فنقدر نجيب الفاي كدالة في الار ونحسب الفاي على ار والتفاضل بتاع الفاي بالنسبة لار تفاضل جزئي. والتفاضل الجزئي هنا اللي هو partial differential equation معادلة تفاضلية جزئية اللي هي بتبقى مختصة بالمتغير اللي بيبقى عندي بس اللي انا بعمل التفاضل بالنسبة لي، وده طبعا حاجة انتوا كنتوا درستوها قبل كده. هنهتم هنا بس بشوية يعني تذكير سريع، لو انت عندك x لو انت عايز تعمل تفاضل x اس n على دي x ماشي بيساوي n في x اس n ناقص 1، يعني تفاضل x اس 5 تساوي 5 x اس 4 ماشي. طيب ده بشكل عام. طيب كان في برضو التفاضل ممكن نحتاجه، تفاضل r لين r احنا لو احنا متذكرين احنا عرفنا التكامل بتاع المعادلة دي عن طريق differential by part، وقلنا ان الموضوع في التكامل كان بيبقى اصعب شوية لان في التفاضل كان اسهل، لان لما يبقى عندي كميتين تفاضل الاول في الثاني زائد التفاضل الثاني في الاول، لكن في حالة التكامل الوضع بيبقى مختلف. فكان تكامل x لين x دي x الثاني لين x مضروبة في x تربيع على 2 ناقص x تربيع على 4. طيب لما انا اعمل لها تفاضل اللي هي تفاضل x لين x، يبقى على طول التفاضل الاول في الثاني زائد التفاضل الثاني في الاول، فتفاضل x بواحد والتفاضل اللين بيبقى بايه؟ بيبقى ب واحد على ار اللي هو هيساوي تفاضل الاول اللي هو هيبقى تفاضل اكس هيبقى بواحد مضروبة في لين اكس زائد تفاضل الثاني اللي هو هيبقى لين اكس اللي هو هيبقى واحد على اكس مضروبة في اكس، فده معناه ان الناتج هيطلع لين اكس زائد واحد ماشي. نفتكر بقى كده القواعد البسيطة دي، وطبعا تفاضل الساين كوزاين وتفاضل الكوزاين ناقص ساين، ويبقى كده احنا نقدر نتنقل بقى بعد ما جبت انا تفاضل جزء الفاي بالنسبة لآر وعندي فاي على آر اقدر احسب الام آر والام سيتا، ولو انا عايز احسب الديفليكشن فانا بكامل الفاي بالنسبة للدي ار وبتبقى بالسالب، لان طبعا انت عارف ان بيأثر عندك الاحمال بيبقى عندك الديفليكشن لتحت بيبقى لأسفل فبيبقى هبوط ديفليكشن بإشارة سالبة، ويبقى احنا بكده يبقى لينا اننا ناخد مجموعة من الخطوات ان احنا ازاي نطبق فيها القانون، طب مجموعة القوانين والمعادلات والحلول التفاضلية بتاعتنا.